الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وطيبين بالعام الجديد، بميلاد السيد المسيح عليه السلام، بعام قضائي جديد، بمرحلة نقابية جديدة. حقيقة أنا لما دخلت في بداية الجلسة يعني استشعرت برودة الطقس، الجو والهدوء، و هذا الجو أنا ما يعجبنيش. الأستاذ جمال الحقيقة أشعل المناخ المؤتمر بالحديث عن قضية هو محق فيها، وكلنا محقون وكلنا أيضا ظلمنا فيها، وأنا محتاج إن احنا نتناقش في هذا الموضوع بعقلانية. احنا مش بنتصيد لبعض أخطاء بالقطع، مفيش حد مش عايز النادي ده يبقى موجود، مفيش حد، لا يوجد أي واحد في الأقصر أو برا الأقصر أو في النقابة العامة أو الفرعية مش نفسه يدخل جوه النادي ويشغله. مين فينا ما عندوش هذه الرغبة؟ كلنا. الحساب بين المحامين أو على المحامين هو حساب بالجهد وليس بالنتيجة. لا يمكن نحاسب محامي مساءلة تأديبية أو شكوى من موكل عن أعماله في إنه ما أداش النتيجة. إحنا بنتتبع خطواته، إذا كانت هذه الخطوات خطوات صحيحة في الجهد والعطاء والإخلاص والتفاني، قلنا لا، الشكوى مش في محلها بغض النظر عن النتيجة تحقق لنا في يد الله. إذا الأمر غير ذلك لا، نحاسب. إذا قصر المحامي في أداء التزامه أو ملفه أو قضيته يحاسب على تقصيره. وأنا أقبل في هذا الملف أن تحاسب كل الأطراف بما فيهم أنا. بس تعالوا نقرأ الملف. تعالوا نقرأ الملف. أولاً لا مجلسنا العام ده ولا مجلس النقابة الحالي اشترى الأرض دي. مش احنا اللي اشتريناها، مش في مجلسنا. نمرة اثنين، ده خيار اللي كانوا موجودين في الأقصر، مش خيار حد جه من القاهرة نقل مكان. يعني اللي جه اختار من الأقصر، ما اختارش، ما حدش جالكم من القاهرة وقال خدوا الحتة دي وسيبوا دي. إذن احنا لما جينا دخلنا اكتشفنا ان احنا امام ارض زراعيه ما فيهاش تراخيص على النيل، فيها كل المشكلات، فيها كل المستحيلات. المستحيلات دي بدات مع الدوله العميقه الاداريه في مصر، اللي كل جهه بتحيل لجهه اخرى علشان تديك موافقه يعز عليه انه يوافق من غير ما يسيب هذه الموافقه معلقه على موافقه طرف اخر. وارجوكم، وانا هقرا لكم الملف علشان نبقى مع بعض باختصار. يعني اول ورقه في 30/11/2015 بتتكلم لا مانع على الجهه الاداريه لترخيص نادي اجتماعي ورياضي نادي المحامين بالاقصر بالبغدادي طبقا للاجراءات القانونيه. ادي اول خطاب. طب الثاني، شركه المياه الشرب والصحه الصرف الصحي لا مانع من اقامه ومن توصيل المياه الى مقر النادي. الخطاب الثالث في 2/6/2016 سكرتير عام محافظة الأقصر لا مانع على أن تبدأ بالإجراءات واستيفاء المستندات. في 2/8/2016 مدير إدارة حماية النيل بالأقصر لا مانع. ده مكتب المحافظ كمان؟ المحافظ لا مانع. مدير الإدارة العامة لحماية النيل لمحافظة القنا لا مانع. مدير الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر لا مانع. الزراعة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد جهد جهيد في 10/10/2017 موافقة على إقامة النادي. مدير إدارة حماية النيل لا، ليس لديها مانع من مياه، من سحب مياه الصرف الصحي من خزان التجميع في 2018 لا مانع. ده جهة الأندية الاجتماعية بالأقصر لا مانع. تقرير من الحماية، إدارة الحماية المدنية من وزارة الداخلية لا مانع. تعبتونا. المكتب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية وزارة السياحة يلزم مخاطبة اللجنة العليا تراخيص النيل طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم كذا بحماية شأن النيل. خطبنا.
الإدارة العامة لحماية النيل تم عرض موضوع الطلب على اللجنة العليا لتراخيص النيل بوزارة الموارد المائية والري والمنعقدة في 16 أبريل 2019، وتم إرجاء الطلب لحين مراجعة هيئة التعمير بشأن فصل الحد المساحي ومستندات الملكية ومراجعة وزارة الدفاع، ويتم العرض على مجلس الوزراء. خلصنا كل اللفة دي وطلعت لنا حكاية مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الزراعة دوامة دخلنا فيها، الملف دخل مجلس الوزراء. احنا بعون الله بالتعاون مع السيد المحافظ وبالتعاون مع كل الاجهزه المعنيه هننتهي من هذا الموضوع، لكن ما زلنا بقول انه القضيه دي كل الاطراف فيها مظلومه. الموكل مظلوم اللي هو حضراتكم، والمحامي مظلوم اللي هو احنا، لان احنا في النهايه امام اجراءات الموكل لابد ان يقراها. احنا دي كل الاوراق دي، كل الموافقات دي ما جاتش في لحظه، ده في روح وجاي ومشوار، ودوش رايح ودوش جاي ومندوح رايح ومندوح جاي، دخلنا فيه معترك مده طويله، لكن ما اتعملش النادي. احنا عايزين نعمل نادي، دي قضيه مهمه جدا، واحنا حريصين على ان النادي يتم ويتعمل. وانا بقول لحضراتكم اذا ما تمش هذا النادي خلال هذا الشهر بموافقه مجلس الوزراء، هنبحث عن ارض جديده وعن مكان جديد لنقيم نادي في الوقت. مش كده وبس، لا مش كده وبس، انا كلفت الاستاذ علي الصغير من امبارح اتصلنا بهيئه المجتمعات العمرانيه، بالاضافه الى النادي اللي احنا هنعمله للمحامين، هنختلف على مساحته بس بعد كده، هناخد 5 فدادين في مدينه طيبه لصالح المحامين في الاردن عشان نقيم عليها نادي اجتماعي لاي مشروع في المستقبل لصالح المحامين. احنا مش ما فيش حد، زي ما برجع تاني لحضراتكم اقول لكم، ما فيش حد صاحب مصلحه انه يفوت فرصه ان نقيم نادي، واحنا احنا سعداء ان احنا موجودين في القاعه مش بتاعتنا، مش سعداء، نسعد لو القاعه دي بتاعتنا، لو النادي ده بتاعنا، هو ده اللي يسعدنا. لكن تاكدوا ان كل النوايا حسنه وكل الجهود بذلت، قد يكون هناك تقصير، قد يكون، بس بالقطع الاسباب خارجه عن الاراده. ما فيش حد قاصد وامتنع او تمنع او رفض انه يمول او يدفع او يعمل، احنا جاهزين تماما، الرسومات جاهزه وكل حاجه جاهزه علشان نعمل صرح، ونتمنى انه المساحه كبيره ان احنا نعمل فيها المشروع اللي احنا بنبتغيه. ارجو من حضراتكم ان انتم تقدروا هذا الامر علشان ما حدش يستفيد بمعركه وهميه. ما فيش حد في حضراتكم ضد ان يبقى في نادي، كل الناس مع النادي وكل الناس مع اجراءات، واللي يملك فيكم مكنه أن يساعدنا في مجلس الوزراء علشان ينتهي هذا الأمر يساعدنا، لكن أنا بقول لحضراتكم إحنا متكفلين بهذا الأمر، وأنا هروح مشوار مخصوص لرئيس مجلس الوزراء علشان إنهاء هذا الموضوع إن شاء الله. برضو علشان دخلنا بدأنا ببداية المشكلات المحلية، أخش على كل المشكلات المحلية، لأن هي اللي سخنت المناخ وخلتنا أبقى يعني سعيد في إن أنا أتحاور. أنا كل ده ما تقلقش. أنا هبدأ بأرز المشكلة وممكن تضايق كتير من حضراتكم، الأدوية. إحنا عايزين نتكلم بما يرضي الله وبحسن نية علشان من حاولش نفرض ضوابط متعسفة لقيم إحنا متفقين عليها. الأول كده هقول لكم شوية معلومات رقمية. حجم ايرادات اللي وردت من محامين الاقصر السنه اللي فاتت اجماليها اشتراكات وعلاج ورسوم ودمغه محاماه واتعاب محاماه 2,412,000، 2,412,000، سجلوا الكلام ده. حجم الذي صرف على محامين الاقصر سواء معاشات او علاج او انفاقات متعلقه بالنقابه او غيره 8,174,000. احنا هنا مش بنعمل مقصات ومش بنحاسب على قد اللي بتدفعه، لا، احنا مسؤوليتنا مسؤولية تضامنية، المحاماة وطن واحد، كلنا بنضخ لمصلحة واحدة. قد يزداد الانفاق في مرحلة في مكان فوق طاقة موارده، لكن احنا مش بنحاسب الأقصر على مواردها المحدودة، ده مكان، ده الظرف العددي والقضايا والنوعية والمصروف، دي ظروف خارج عن إرادة الناس، لكن كمان ده ما خلناش نتخلى عن دورنا، ما تخليناش بالارقام، احنا ما تخليناش. تعالوا شوفوا الادويه اللي
الناس بتتألم فيها أو بيحاول البعض إنه يشعلها ويولع فيها نار. إحنا عندنا في مصروفات الأدوية في 2017 كانت الأدوية اللي بتخرج لمحامين الأقصر 1,500,000. في 2018 الأدوية اللي خرجت للمحامين الأقصر 2,879,000 في سنة. تعالوا بقى في 2019 4,110,000. نفسر يعني ايه هذه القفزة؟ ليه؟ ليه؟ 18 و 19 قريبين في بعض في الأسعار عشان ما حدش يكلمني فرق سعر. ليه قفزة الضعف دي؟ لأنه في استغلال من بعض الصيدليات اللي بتتعاون مع بعض المحامين مش بس في الأقصر، في مصر كلها، على أنها تستبدل الأدوية المقررة في نظام العلاج بحاجات تانية. ممكن تبقى أدوية تانية، ممكن تبقى فيتامينات، ممكن تبقى برفانات، ممكن تبقى أي حاجة. لكن في بعض الأماكن مش في الأقصر يعني، أنا ضبطتها نقدا. المحامي للأسف الشديد بيستبدل دواء نقدا من الصيدلية، اللي هو أصلا دواء غير مستحق لأنه كان مستحق عشان أخده. طيب بالأمانة، الأمانة والشرف اللي احنا أقسمنا عليهم جميعا كمحامين، تقبل إن أنا أتواطأ على هذا الذي يجري في بعض المستشفيات أو في بعض الصيدليات؟ ترضوا؟ أنا واثق تماما إن أنتم ترضوش. لا أنا مش مستني إجابة، أنا عارف. ده كلام ما يرضيش ربنا. وده كلام مش لمصلحة المحاماة ولا لمصلحة العلاج. احنا ما تخليناش عن حد وقع في مصيبة أو وقع في مشكلة، ما تخليناش. حتى الاشتراك في العلاج احنا بنتجاوز عنه في بعض الحالات الإنسانية الملحة اللي طرأت على البني آدم، وما نتخليناش ومش هنتخلى عن المحامين. لكن كمان لازم تساعدونا. انا لما اضبط العلاج انا مش بعد ما يبقى بعد ما اوصل ل 4,100,000، لا كتير حرام. احنا كده بنسرف فيما لا يجوز الاسراف فيه، لانه الادويه مقرره بمقتضى معايير موجوده علشان تسد احتياج المحامي في جزء معين، مش علشان كل حاجه، مش علشان ياخد بيها فيتامينات، مش علشان ياخد بيها اي حاجه ما كريم حلاقه، مش عشان ناخد فيها فلوس نقدا. ده كلام ممنوع. احنا بس انا لما اخذنا هذا القرار، قرار المستشفيات، خدناه على مستوى الجمهوريه في الاقصر وفي قنا وفي سوهاج وفي اسيوط وفي كل المحافظات، كل المحافظات بلا استثناء. ده مش معنى ان انا امسك في الاقصر واسيب في سوهاج، لا، الامساك هنا وهنا، لانه دي قضيه واحده وده مال واحد، ده مالكم. طب تخيلوا حضراتكم واحنا عندنا 37 نقابة، لو كل نقابة خدت 4,000,000 في 37، سووا بقى بين الأقصر وبين شمال القاهرة وجنوب القاهرة كله متساوي من حيث الرقم، وقلنا 4,000,000 في 37 أو في 40 نقابة دول يبقوا كام؟ 160,000,000. حرام ده ولا مش حرام؟ حرام. أنا ما أقبلش إنه ده يتعمل ولا أقدر أجامل حد فيه علشان ترضوا عني. انا امان المحامين بشكل عام، انا مسؤول عنه امامكم، حتى لو غضبتم. والا ما انا لو احنا سلكنا طريق الرياء ما كناش عملنا تنقيب، ما كناش عملناه، وما كناش قلنا للتعليم المفتوح لا، وقلنا للدبلومات لا، حفاظا على نقابه المحامين كان اسهل حاجه. يلا خش وتخرب نقابة المحامين والناس هتسقف لي وتبوس وتعمل لي قبلات وتقول كويس قوي سامح شرب فتح لنا الباب، فتضيع نقابة المحامين. بس دي أمانة ومسؤولية. أنا بدفع ثمنها وأنا قابل هذا الثمن. أنا عارف خصومي فين، خصومي غير المشتغلين، خصومي حملة الدبلومات، خصومي اللي بيحركهم في كل مكان ضدي بطريقه او بغير طريقه. احنا الاستاذ نصر اتكلم على موضوع المبنى، شوفوا حضراتكم المبنى ده، مبنى نقابه المحامين، كانوا بيحصل فيه ايه لما جينا نبني المبنى ده؟ وقلنا قالوا لا ده فنكوش، لا ده ما فيش مبنى، ده مستحيل، ده المحافظه رفضت، ده الوزاره رفضت، ده المترو تحت النقابه. يا اخوانا احنا هنبني حوالين النقابه، طب المترو
يعني المترو لف حوالين النقابة، ما لفش حوالين النقابة، المترو ماشي قدام النقابة وجنب الشهر العقاري وجنب النقابة وجنب الدار القضاء العالي، ما فيش حاجة. مش معنى لما جينا قعدوا يقولوا ما فيش وتراهنوا، لما بنينا المبنى قالوا لا ده غالي. الله، طب احنا مش هنرضى حد، دول مش كده وبس. وازاي يصرف 60 لما اكتشفوا انها 60 مليون؟ الاول قالوا 90، وبعدين قالوا 102، وقالوا 105، وقالوا 150، ولما عرفوا تاكدوا في الميزانيه مكتوبه 60 قالوا قلنا لهم لا ده مش 60 وبس، ده 60 واللي بنى القوات المسلحه، مش شركه قطاع خاص، مش شركه صحابي، مش شركه حد يمكن ان اتواطأ معها. احنا جايبين جهه محترمه يستحيل التواطؤ معها مع اي حد، علشان نحمي سمعتكم ونحمي كمان سمعتنا احنا كمسؤولين، لان انا مش هسيب نفسي عرضه لاي حد يترخص في انه يتكلم على ذمه اي حد في مجلس نقابه المحامين نقيبا واعضاء، لان دي مسؤوليتي ان احميهم واحمي كل الناس. عشان كده احنا دخلنا من البوابه الصعبه، مش بوابه المجاملات، مش عشان نجامل، مش عشان نرائي. طب واحد يقول لك طب ما انت بترزل علينا وبتخلي بطاقه الشخصيه تتعمل في في في, في القاهره. انا اقول لحضراتكم اه بس مؤقتا. واه ليه؟ عشان تبقوا فاهمين. اولا احنا جالنا من وزاره الداخليه بيانات بطاقات طلعت بتزوير نتيجه انه اختام بعض النقابات الفرعيه مش صحيحه، هي الختم صحيح بتاع النقابه الفرعيه بس طلع كده وهو مش شايف. اختم فلان بعت البتاع ده، اختم فلان بعت، اختم. راحت وزاره الداخليه طلع كرنيه معاها محامي حر 7 سنين، هيشيل محامي حر ويلزمك ويتعامل معك ويضيعك في المحاكم وبحقوق وغيره، ويستغل اسمك ويستغل صفتك ويستغل سمعتك وهيئتك وهيبتك، علشان احنا ما تحرناش الدقه في الامر. الضابط العمل الضابط على ما سواء التيك توك ده معناه ان الناس احترمت نقابه المحامين، احترمت نقابه المحامين. اللي يقول له لا ما ينفعش تمشي فيها مع ده ما قبلش، الضابط ما قبلش. فما بالكم انتوا تقبلوا ده؟ تقبلوا ان صاحب التوك توك ده يزور كرنيه ويزور بطاقه؟ لا، احنا عملنا ده عشان كنترول لغايه ما هنمكنه كويس، بحيث انه هتبقى المساله مش محل اجهاد للمحامين. وانا اوعد المحامين اللي في الاقاليم اللي بيعملوا بطاقاتهم رخص، بس البطاقه حتى بتعمل كل 7 سنين، ومع ذلك انا بقول لحضراتكم احنا في نقابه المحامين هنعملها بدون رسم، نعملها بدون رسم لصالح كل المحامين، علشان لغايه ما ننهي ازمه النقل المستندي. لان انا كمان انا عارف ان ده عيب، بس برضه المحامين ممكن تتعامل مع الموضوع ده برفق شويه. انت بطاقتك بتخلص كل 7 سنين، راجع، انت فاضل لك شهر، اعمل الاجراءات وديها النقابه وخليها تروح براحتها وترجع، مش مشكله، مش موضوع. لكن الموضوع انه حد يحمل بطاقه مكتوب عليها محامي وهو مش محامي، انت تقبل ده ليه؟ اذا كانت الوسيله دي هتحافظ على نقابتك وعلى سمعتك وعلى هيئتك، اتحملونا شويه، اتحملونا، لانه ده مش لمصلحتنا احنا على المستوى الشخصي ما فيش حد مستفيد حاجه. احنا متألمين زيكم. هو انا لما يرفع واحد سمعت تليفونه يقول احنا يعني هتمرمطونا هتتعبونا نعمل ايه؟ ما ده كلام مؤلم، لان هو مش متصور، مصغر الموضوع الى حد ان احنا يعني عايزين ناذيه، عايزين نضايقه، عايزين نغلس عليه، ده كلام ما حدش يقبله. لكن في النهايه نحن لا نستهدف الا المصلحه العامه. احنا الله يحفظك، الله يبارك فيك. احنا عايزين نتكلم فيما هو هام. احنا معنيين. الشباب الجديد الواعد ده اللي داخل على نقابه المحامين، احنا عايزين ناهله علشان يبقى قد المسؤوليه، ودي مسؤوليتكم، مسؤوليه الكبار قبل الصغار قبل الشباب. الناس دي لازم تتعلم المحاماه كويس، وتتعلم قيمها منكم وتقاليدها منكم، علشان دول اللي هيحملوا الرايه. محدش فينا هيخلد في موقعه ولا في مكانه ولا في مكتبه، محدش فينا. انما اللي احنا بنقدمه للاجيال اللي جايه لو سمحت لازم يبقى مبني على اسس صحيحه، ما يبقاش مبني على غلط. الحمد لله ان انتوا دخلتوا واحنا بننقي جداولنا خلاص.
فلازم تبقوا فاهمين. وانا بخاطب المحامين الصغيرين اللي لسه ما جاتش ابتدائي، اللي مش هيتأيد ابتدائي خلال سنتين هيخرج بره نقابه المحامين. لازم تبقوا عارفين كويس انه اللي عايز يشتغل محامي ينتبه الى ما مش يجي يقعد زي ما كنا في القانون القديم يقعد 3 سنين واربع سنين ويجي في السنه الخامسه يقول اصلا كنت عيان، اصلا انا مش عارف كنت بعمل مش عارف ايه. لا خلاص الموضوع ده انتهى. اللي عايز المحاماه احنا بنرحب بيه وهنساعده بمعهد المحاماه بدعم ثقافي ومكونات من بعض الناشرين علشان نديها نقدمها في المحافظات المختلفة. هنعمل موقع تاني علشان كل المؤلفات والمصنفات القانونية تبقى في متناول كل الناس، كل المحامين الشبان وغيرهم. هنحاول نشوف أمهات الكتب ونطبعها طبعات بقيمة مخفضة مدعومة بشكل جيد من نقابة المحامين عشان تصل لكل المحامين الصغيرين والكبار. احنا كمان معنيين النهارده فتحنا بروتوكول مع وزارة الاستثمار عشان وكيل مستثمر، ان المحامي يبقى وكيل كيف تكون وكيلا للمستثمرين. دي تفاصيل ما كانتش موجوده في ثقافتنا ولا على ايامنا. معاكم النهارده احنا بنقدمها لكم جاهزه وهتنتشر على مستوى الجمهوريه. النهارده داخلين علشان نعمل تفعيل للماده 60 من قانون المحاماه اللي بتوجب على كل شركه مساهمه، كل شركه مساهمه لها مراقب حسابات ان كلها محامي مستشار قانوني متعاقد معه عشان يدوروا على المحامين يتعاقدوا معاهم. احنا داخلين على تفعيل قانون الاجراءات الجنائيه اللي خلص في اللجنه التشريعيه في مجلس النواب، اللي هيجعل تطبيقا للماده 54 من الدستور الحضور وجوبي في تحقيق النيابه، ووجوبي امام محكمه الجنح في اول درجه وفي ثاني درجه زي ما هو وجوبي في محكمه الجنايات بالانتداب او بالوكاله. ده معناه انه هتتاح فرصه عمل. رول الجنح ده مش هيبقى فاضي. رول الجنح النهارده ممكن يبقى فيه 3-4 محامين يشغلوه كله في 4-5 أو 10 قضايا، لكن باقي الجنح بتخلص بان المتهم يبقى واقف وخلاص وبتخلص القضيه بتاعته. لا، الدستور الجديد قال لا، لازم يبقى فيه محامي في الجنحه دي. وانا اذكر واحنا بنناقش ده في لجنه المستشارين في لجنه ال50، فانا اقترحت النص انه ان يكون حضور المحامي وجوبيا في التحقيق وفي الجنح. فواحد قال من المستشارين قال طب ما تخليها الجنح التي يوجب القانون الحبس فيها عشان تبقى يعني فيها حاجه. قلت له يعني ايه؟ يعني حضرتك وافقت على انه لازم المحامي يبقى موجود في التحقيق؟ في تحقيق النيابه ده ممكن المتهم ياخد 4 أيام وممكن ما ياخدهمش. في جاي في جنحه ممكن ياخد فيها 3 أشهر وتقول لي نخليها لما تبقى وجوبي؟ قال لي لا، انت كده صح، احنا موافقين على هذا النص. فتوافق على نص كده انه يبقى لكل المستويات سواء كان الحبس وجوبي او مش وجوبي. طيب حد يقول لي طب والتعب المحامين اللي هتتوكل خلاص هتاخد اتعابها بطريقتها المختلفه. طيب اللي المواطن اللي ما عندوش فلوس هتنتدب له الدوله على حساب الدوله محامي يترافع عنه؟ لان ده التزام دستوري من النظام العام. هيبقى باطل الحضور اذا ما حضرش المحامي زي الجنايه. وعلينا ان احنا نفعل هذا الامر بشكل وننظمه علشان ندي فرصه لكل اولادنا ان هم تتاح لهم فرصه الانتداب. اللي يروح تحقيقات النيابه يبقى فريق، اللي يروح في كل محكمه جزئيه، واللي يروح محكمه الجنح، واللي يروح محكمه الجنح المستأنفه، بحيث انه يبقى في توزيع للادوار واحتياجات المحامين علشان نأدي الاداء اللي احنا بنحتاجه لاولادنا. اللي احنا بنتكلم الاكاديميه اللي جايه في قانون المحاماه، الاكاديميه دي مش علشان بس الناس يدخلوها ويدخلوا نقابه المحامين، لا، دي هتدي دبلومات وهتدي مؤهلات وهتدي دورات وهتدي مسائل كثيره جدا لصالح المحامين. هتدي توعيه شديده. اكاديميه ناصر اللي احنا عملنا معاها اتفاق وبروتوكول على الاشتراك فيها، اذا ما قدرناش نجيب الاكاديميه وافرحها في المحافظات انا هعمل تخفيض 50% لكل الشباب الصعيد علشان يشارك في عمل في هذه الاكاديميه علشان يستفيد بقيمه ويستفيد بي 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 بما تقدمه مثل هذه الدورات من فائده. احنا عايزين المحامي يبقى على اعلى درجه من الثقافه المتنوعه، مش الثقافه القانونيه بس، الثقافه المتنوعه اللي تخلي المحامي حاضر الذهن وفاهم كيف تدار الامور. المحامي مش مجرد حافظ للقانون، لا، المحامي حاجه كبيره، حاجه ضخمه، حاجه تساوي
يعني قيمة المحاماة كرسالة، مش مهنة. احنا مش مهنة ومش وظيفة، مش حرفة، احنا اصحاب رسالة. الرسالة دي انت لازم تبقى مؤهل من شبابك لانك تتحملها، دي مسؤوليتنا معاكم. هنديها لكم، بس هنحاسب على المخطئين فيها، هنحاسب على المخطئين فيها. احنا بنشتغل واحنا بنقول باقل موارد. انتوا عارفين ان نقابة المحامين كل الاشتراكات اللي فيها دي باعلى اشتراك بيقدم في البداية اقل من ادنى نقابة في الوطن العربي. مفيش نقابة زي مصر في اسعار اشتراكات المحامين فيها، لا في العلاج ولا في الاشتراكات السنوية ولا حتى في التجديد. اللي بياخد اللي بتأيد جدول عام مع استئناف لأول مرة وجاي من أي وظيفة بيدفع 17,000 جنيه، يعني $1,000. أقل نقابة عربية موجودة الاشتراك فيها $3,000 من ابتداء اللي لسه خريج من كلية الحقوق. لكن بالأكاديمية اللي احنا عملناها دي زي ما قلت في إنا امبارح وفي كل مكان، هيكون دخول نقابة المحامين أعز من الدخول للقضاء أو من النيابة. الناس هتنظر للمحامي انه صاحب قيمه كبيره جدا، دخل من بوابه عاليه جدا، هي بوابه دخل، بوابه نقابه المحامين. مش هيبقى المحامي وخلاص، لا، انتهى هذا العهد. الجمهوريه الثانيه للمحامين بدات بالتعديلات التشريعيه والدستوريه، وبدات بقرارات التنقيه، وبدات بمواجهه كل من يريد ان يتنطع على نقابه المحامين او يسلب مواردها. انتوا اصبحتوا الان ملاك هذا الامر، وعليكم ان تحافظوا على مواردكم وعلى امكانياتكم. ولما بتكلم على معركه التنقيه بنقول انها معركه حياه وموت. ليه حياه وموت؟ لانه مش احنا دلوقتي اتكلمنا عن ارقام، قلنا موارد المحامين في الاقصر كانت السنه اللي فاتت 2 مليون، ماشي؟ وانتوا عددكم النهارده كام يا دوش؟ تقريبا 4,000. تخيلوا انه من غير تنقيه كان بعد عددكم بقى 10,000 او 12,000. احنا كنا عملنا ايه؟ كنا محتاجين فوق ال 4 مليون او 8 مليون اللي اتصرفت، 4-8 التانيين نجيبهم من ايه؟ كان معناه انك السنه دي هتعدي، السنه الجايه نص ونص، السنه اللي بعدها مش هيبقى عندك حاجه. فاحنا القرار ده احنا دافعنا عن نفسنا فيه، دافعنا عن مواردكم، عن فلوسكم، عن مدخولاتكم، عن مستقبلكم. احنا لما بنتكلم على المعاش يا اخوانا، المعاش مش للمحامين الكبار بس، المعاش مقرر لكل الناس. اللي هيستفيد بيه اللي بيتوفاهم الله في سن متوسطه او صغيرين. وعلى فكره متوسط الاعمار الوفاه او حالات الوفاه اللي عندنا مرعبه، يعني نسبه تصل الى 40% من حالات الوفاه شباب. لما بنرفع استحقاق المعاش عن كل سنة 75 جنيه احنا عشان يبقى في حد أدنى محامي هياخده، أسرته هتاخده. لما بنقول معاش الدفعة الواحدة علشان برضه تسند مع أسرة المحامي اللي خرج منها واللي خرج من المحاماة. لما بنقول إنه أسرة المحامي بتحتفظ بكامل المعاش مع خروج كل المستحقين إلا مستحق واحد، المستحق الواحد ده هياخد كل المعاش. ده لصالح أسر المحامين. ده أمر له تكاليف. التكاليف دي احنا مستمرين في دعمها. اللي اتكلم على او اللي كان بيتكلم على اتعاب المحاماه ويقول لك بياخد حصلها عند المنبع ليه وحرام وحرام ايه؟ حرام ايه؟ احنا بناخد الفلوس دي بتدخل صندوق المعاشات والرعايه الصحيه والاجتماعيه في رقم الحساب بتاعها يوم بيوم وساعه بساعه، بحيث انه يبقى عندك دخلك في رصيدك بدل ما كنا هندور عليه. احنا كنا بندور على الفلوس دي، النهارده احنا فلوسنا في جيبنا، احنا بندور دلوقتي على القديم، دفاترنا القديمه هي اللي بنراجع فيها القديم. لكن الحمد لله انتهى الامر، والبروتوكول اللي اتعمل مع وزاره العدل علشان التحصيل الفوري واليومي والتوريد الفوري واليومي لصالح صندوق المعاشات في نقابه المحامين. دي اللي ادتنا سند لزياده المعاشات، اللي ادتنا سند لزياده مقررات العلاج، واللي هتدينا سند لمضاعفه المعاش في المعاشات خلال المرحله القادمه. أنا بقول اللي إحنا عملناه في المعاشات والزيادات اللي إحنا عملناها في العلاج دي الحد الأدنى اللي إحنا بنتوجه إليه، ده الحد الأدنى. وإن شاء الله هنرتفع بأرقام مذهلة، بس ربنا يحافظ على مدخولاتنا ويبعد عنا اللي يقصدوا تدوير أو ضرب مقدرات نقابة المحامين أو موارد نقابة المحامين.
الحقيقه اللي بيطعنوا ده في طعون على قرارات الجمعيه العموميه بالمعاش، بذات المعاش في طعون في حكايه القضاء الاداري. في 800 واحد، 800 واحد محامي، مسدد 19 صوت ضد ذات المعاشات. ده مش دول ايه بيسموهم ايه؟ دول محامين عندهم قناعه في الاختلاف في الراي؟ لا طبعا، لا لا لا، دول ناس مش عايزين دعامتهم مصالحهم الخاصه عن مصلحه المحامين حتى عن مصلحته هو. ده مش مصلحته الخاصه، ده راجل لا يريد الا الكيد، لا يريد الا الانتقام، لا يريد الا الافساد، لا يريد الا الافشال، انما حتى مصلحته هو مش عايزها علشان نفشل. لكن الحمد لله نجحنا ما فشلناش، وهم اللي هيفشلوا. احنا ما مش متوقفين، وفي كل الاتجاهات. طب ما احنا داخلين على قانون الادارات القانونيه، احنا ما سبناش قانون الادارات القانونيه، وزي رغم ان احنا اخذنا شوط طويل في القانون العام للمحاماه، احنا سنتين بننظف في المجلس، سنتين هنعرفها وهنعلنها في عينها، بس مش عايزين ننشرها الحقيقه. القانون الادارات القانونيه اللي تقدم في مجلس النواب تقدم بسرعه شديده جدا، بس بعد ما توافقنا على اهم مفاصل القانون ده، مفاصله ان اللجنه العليا للادارات القانونيه بقت اغلبيتها محامين، علشان مساله الفصل والاقاله والرفض اللي احنا بنعاني منه المخالف للقانون. اثنين، رفع الراتب والبدل التفرغ وبدل الانتقال ل 150% من اجمالي المرتب. دي امور احنا حريصين ان احنا ندعم بها استقلاله المالي وايضا استقلاله الاداري. وانا قلت امبارح في هنا للمحامين الادارات القانونيه اللي بتشتكي من ان في مفتش يخش بيكسر الدولاب او الدرج علشان يخرج مستندات او قضايا ويفتش عليها، انت عليك انك تمنعه بالقوه وتدافع عن نفسك بالقوه، وانا مسؤول عن حمايتك، انا مسؤول عن صوره وهو بيعمل كده، هيتوقف فورا، هيجري، هيخاف، هيدور على اي حاجه يخرج بيها من المسؤوليه، لانه القانون ما بيدلوش هذه الصلاحيه. القانون بيقول له هات القضايا، ما غيرش القضايا بيعمل اجراء، انما يخش يقتحم يكسر، انا مش عايز محامي يبقى ضعيف، انا عايز المحامي قوي، وعايز كل المحامين تبقى بهذه القوه، لانه ده في النهايه المناخ اللي احنا البلد عايزه محامين اقوياء. المحاماه محتاجه ايضا ان ابنائها يبقوا اقوياء، لانه ده بيضيف العزه وبيدفع بالقوه ويدينا افاق جديده في عملنا وفي تصوراتنا وفي مستقبلنا القادم. احنا مش عايزين نضيع، لا يعني انا تقريبا كل اللي اتقالت في اللي انا اتكلمت فيما يخص على الاقل الاقصر موجود، لكن او قلته، لكن اللي انا محتاج احنا قلنا موافقين عليها، احنا موافقين عليها من امبارح، القرنة، محكمة القرنة، عشان ناخد استراحة، مقر محكمة القرنة. طب انت ما بتسمعش يا يوسف. انا يعني انا مش عايز الامر يصل الى ان احنا نتكلم بس عن مشكلات خاصة. انا مقدر خصوصية المكان وبعده عن المركز وعن القاهرة وعن احتياجاته، وانا واثق ان انا لو اطول اعمل قصر في كل محكمة جزئية اعمله للمحامين، بس لازم يبقى في امكانيات، لازم يبقى في امكانيات نقدر نعمل فيها هذا الامر دون ان نعطل الامور الاخرى. احنا عندنا يعني في بعض الاسئله اللي الناس يعني بترددها دون ان تدرك المقاصد اللي مخالفها. يعني اولا اللي بيكلمنا عن ليه المعاش، لما تيجي اسره المحامي تاخد المعاش ويقولوا له هات التوكيلات، يجيبه منين؟ طب انا اقول لحضراتكم، اولا ده مش قرار من عندنا، ده قانون، والقانون ده بيطبق من زمان مش جديد، يعني ده مش اليومين دول احنا اللي طبقناه، لا احنا مش اصحاب فضل فيه، ده بيطبق من زمان، وكل الدعاوى القضائيه ايه اللي متعلقه بسنوات المعاش بتقول لازم يبقى في توكيلات طبقا للقانون، لازم يبقى في دليل على المعاش. طب احنا عملنا ايه؟ التطوير اللي احنا عملناه في التجديدات اللي تمت من 2013 حتى الان، انت مش محتاج
او اسرتك انها تثبت الاشتغال فيها، لان خلاص حملك للكارنيه لغايه 19، من 13 ل 19 او 20 خلاص ده معفيك عن هذه المده. انت مسؤول عن اللي قبل كده. اللي قبل كده ده مهمه مين؟ واحد يقول لك طب ما تخلي النقابه تفتح ملف لكل محامي تحط فيه تبكيلات ويجيب فيه. طب وانا وليه؟ وليه انت تلف اللفه دي ما تعمل لنفسك؟ ما تجيب دوسيه او كلاسير وتحط فيه توكيلاتك سنه بسنه وتدور على القديم وانت عايش وانت على واقف على رجليك وانت بصحتك عشان ولادك وعشان اسرتك. طب انت ليه بتسيب لاسرتك من غير ما تثبت الدليل؟ ليه انت عايز بس تلقي الحمل على النقابه على انها تدور على اسرتك؟ ما تدور انت الاول على اسرتك. لما يبقى في مشكله احنا نتدخل، لان احنا حطينا بدائل. قلنا طيب ما انا ما اقدرش ما حاسبش على اشتغال. ليه؟ يبقى ما عملناش حاجه. ليه؟ لانه التدقيق اللي احنا عملناه علشان تثبت انك بتشتغل بالمحاماه اشتغال فعلي، علشان اللي بيشتغل اشتغال فعلي هو اللي الدوار للنقابه. اللي نايمين في البيوت دول واللي ما اشتغلوش مش ممكن يستفيدوا وياخدوا منك معاش زيهم زيك. يبقى بالتالي احنا تصميمنا على هذه القضيه تصميم على الحفاظ على اموالك. لكن في نفس الوقت قلنا طيب افرض التوكيل مش موجود، هات لي محاسبه ضريبيه، ملف الضريبه بتاعك يقول انك انت بتتحاسب من سنه كذا الى سنه كذا، هات لي اجندات مكتبك، هات لي توكيلات. ما فيش ولا حاجه من دول تبقى مش مشتغل. ما ينفعش تبقى انت بتضيع وقت. ولذلك انا اناشد كل المحامين مش بس في الاقصر، في كل مصر، انهم يعملوا حساب ملفات المعاش، يعمل عنده في مكتبه ملف كده يسميه المعاش، يحط فيه توكيلاته من 13 لورا، من 13 وما قبلها، ويجمع ما امكن، سواء شهادات من الضرائب، شهادات من المحاكم، شهادات بالحضور، شهادات بالجلسات، حتى لو كانت صحف دعاوى، حتى لو كانت احكام قضيه فيها اسمه، عشان يعوض او يغطي كامل السنين المستحق عليه. لكن باذن الله الامور هتبقى افضل في المستقبل، هتبقى اعلى في المستقبل، هتبقى ان شاء الله بي 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 بما وصلتم اليه. اليوم احنا بدانا بدايه جديده لجمهوريه جديده. الاسكان، انا امبارح اعلنت فينا ان احنا عملنا بروتوكول مع هيئه المجتمعات العمرانيه على 500 وحده سكنيه مدعومه مشطبه بقرض من الاسكان لمده 20 سنه او 25 سنه على اقساط. باذن الله البروتوكول هيتعمل مع الاقصر ايضا ب 500 وحده سكنيه لصالح محامين الاقصر في مدينه المجتمع العمراني الجديد. هنعمله في كل محافظه. بس انا بفكركم ان احنا من سنتين عملنا اعلان عن 10,000 وحده سكنيه متشطبه وكانت ارخص من اسعار النهارده في تقريبا في كل المجتمعات العمرانيه في مصر. عارفين حضراتكم كم محامي حجز وحدات سكنيه فيها؟ 3200. 3200 ده رقم متواضع بالنسبه للرقم اللي كان مخصص لنا، ومتواضع بالنسبه للكلام عنه. احنا بنتكلم نسمع كلام عن الاسكان الاسكان الاسكان، وبرضه في نفس الوقت لما نيجي نعلن عن الاسكان ما نلاقيش حد ياخد. احنا هنجيب بقى في كل منطقه هنجيب الوحدات اللي تخصها، وهنشوف وهنتحاسب. هنجيب ال 500 وحده لو شاطرين خلصوا ال 500 وحده، واحنا نجيب غيرهم. لكن لو ما خلصوش ما حدش يكلمنا بعد كده ان احنا ما جبناش حاجه للاسكان. ماشي يا ممدوح؟ ماشي. ما هو لا للشباب ولغير الشباب، بس الاولويه للشباب. ما يا اخوانا على فكره المحاماه مش شباب وشيوخ. هتبقى متقسطه اقصى تقسيط عن طريق وزاره الاسكان او عن طريق بنك التعمير والاسكان، وده ارخص حاجه في السوق. ما فيش ارخص من كده. ما هو الغلاء ضرب البلد كلها. احنا يعني اللي بنقدر نحله بنحاول نحله. لم يبقى في المشكلات المهنيه شيء الا الانتباه للي عايزين يخرجوكم عن حدود التنقيه والتعليم المفتوح فيما يتعلق بالدبلومات. قيمه مضافه بس. بانه يدخلك في متاهات وفي معارك. هو بيكلمك عن التنقيه، اروح ادخلك القيمه المضافه. في ايه في القيمه المضافه؟ تعالوا نتحاسب. يعني وارجوكم تنوبوا عني في الحساب وانا هشرح لكم الموضوع. القانون لما خرج قانون القيمه المضافه، احنا اول نقابه مهنيه
كان 16 ولا 17 قانون 16. احنا اول نقابه مهنيه بعت جابت كل النقابات وعملنا مؤتمر صحفي النقابه استنكرنا القانون قبل ما يطلع وطالبنا بانه وقلنا دي جبايه واحنا رافضينها. استنينا حد في البرلمان يسندنا ما حدش سند. طلع القانون طلع القانون تواصلت مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال المحامي واستطاع انه يوقف اجراءات اللائحه التنفيذيه 6 شهور لغايه ما اتفقنا مع وزاره الماليه على بروتوكول. البروتوكول ده واصل لايه؟ القانون فيه 3 محطات للحبس. انك ما تدفعش 10% من دخلك اللي هي قيمه القيمه المضافه، انك ما تسجلش تتحبس، انك ما تعملش اقرار شهري كل شهر تقدمه للقيمه المضافه. دول 3 اسباب تخلي اي مقصر يتحبس بيهم. طيب احنا عملنا ايه في البروتوكول؟ احنا عطلنا 3 محطات. ليه؟ تعالوا بقى 10% وصغرناها لبقت رقم حكمي مره واحده بتدفع 20 40 60 وتدفع عند قيد الدعوه. اذا حدش هنا يقدر يقول لك فين ال 10% بتاعت القضيه بتاعتك. انت واخد في الجنحه 1000 واخد في الجنحه 10000 مالناش دعوه، هتدفع 20 جنيه في الجنحه. يبقى احنا انقذنا المحامي من سيف ال 10% ولا ما انقذناش؟ انقذنا. 2، تعال اقدم اقرار شهري وقدم تسجيل. وانا قلت للمحامي لا تسجل ولا تقدم الاقرار الشهري. قعدوا يقولوا هنحبسكم هنوديكم. طب انا 3 سنين حد محامي في محامي اتحبس علشان ما قدمش التقرير الشهري او الاقرار الشهري؟ مفيش. في محامي اتحبس عشان ما سجلش نفسه؟ مفيش. واحد يقول لك ما هم سجلونا. طب ما انت مسجل اصلا، انت ملفك المتعلق بضريبه الدخل انت مسجل لانه بياناتك موجوده فيه، موجوده جواه، لانه الملف اللي انت بتحاسب فيه على الضريبه العامه فيه الاسم وفيه العنوان وفيه الوظيفه وفيه الشغل بتاعك وفيه القضايا اللي انت حضرتها. ده انت بالعكس، ده انت بتستفيد بحجه القيمه المضافه في الدخل العام. والمحامين الشطار لازم يدركوا انه لما انا ياخد مني في القيمه المضافه 10% 20 جنيه لما يجي حاسبني في ضريبه الدخل اقول له تعالى حاسبني بقى على ال 10% ال 20 جنيه، ال 20 جنيه انا دفعتهم اضرب ال 10 في 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 يبقى 200 جنيه، تعالى حاسبني بقى على ضريبه ب 200 جنيه مش بال 10000 ومش بال 5000 في ضريبه الدخل العام. احنا استفدنا. ما ينفعش احنا نعير بما انجزناه. احنا عطلنا قانون القيمه المضافه. انا مليت من كتر الكلام في هذا الموضوع لانه بقى شكلنا وحش حتى على الاعلام. بتوع الضرائب ممكن يسحبوا الكلام ده ويقولوا احنا اتفضحنا. احنا الجهه الوحيده اللي ما اتعاملتش زي كل الفئات اللي موجوده في قانون القيمه المضافه. مطلوب مننا ايه؟ مطلوب نقول ده لغايه ما تتلغي، لغايه ما يتاخد موقف من المحامين. ارجوكم حافظوا على استحقاقاتكم. ما ينفعش هذا الامر، ما ينفعش هذا الجدل والتدوير اللف اللي احنا بنخش بيه كل في كل دايره وفي كل موقعه. لا ده امر يفوق طاقه، لانه في النهايه بيضيع عليك مكاسب. انت خدت مكسب عمال ينغص فيه ليه؟ عمال تفعص فيه ليه؟ عمال تكشف فيه ليه؟ عشان تتضر؟ عشان تتضر انت محقق مكسب، تضر نفسك ليه وتعلي فيه ليه؟ كل ده واحنا عاملين طعن في المحكمه الدستوريه. وطعن الاول قالوا النخبه ما عملش طعن، الطعن موجود في المفاوضين ولسه المحكمه ما حكمتش. قد تحكم المحكمه بعد من الدستوريه بس رايح خلاص كفى الله المؤمنين القتال، انما ممكن المحكمه كمان ما تحكمش لصالحنا. يبقى احنا حطينا ايدينا على طريق يخفف عبء وتبعات هذا القانون وضغوطه عليه، لانه فعلا انا بسميه قانون جبايه. هو بيكرهني على ان حصل من المواطن لصالح الدوله. انا جابي، انا دوري ان انا بحصل بالعافيه من الناس، سواء خصما من اتعابي او خصما من اتعابه او خلاف معاه. كل دي مسائل محتاجه ان احنا نراجع نفسنا فيها كويس. اخر حاجه في مشكلتنا مع القضاء ومع الشرطه ومع النيابه، ودي على فكره خلوا بالكم هذه مشكلات لن تتوقف. الاول حقيقه لان احنا بشر، اللي موجود العلاقات الانسانيه مليئه بالاخطاء. فينا
العناصر الثلاثة دول اللي أنا دايما بسميهم قضاء وشرطة ومحامين، أساس أنا واثق تماما أنه ما فيش منهج عدائي من المحامين ضد القضاء ولا ضد الشرطة، ولا أيضا في منهج عام من القضاء ضد المحامين، إنما في سلوك من القاضي أو من وكيل النيابة أو من الضابط أو من المحامي، في سلوك خاطئ، لأنه أيضا لازم تبقوا فاهمين كويس حتى بيننا وبين بعض. في فينا الذي يعني أسرته أحسنت تأديبه، وفينا لا، كل الفئات دي، في قاضي مش متربي كويس، وفي ضابط مش متربي كويس، وفي محامي مش متربي كويس، عشان ما نقولش احنا ملايكة وغيرنا شياطين، ده وارد وده وارد وده وارد، بس ده قلة وده قلة ودول قلة أيضا. لكن كمان لما تحدث مشكلة لازم نتعامل، لازم ندير الأزمة في حل المشكلة بشكل صحيح، مش بشكل متعسف، مش بشكل استنفاري، مش بشكل استفزازي، مش بشكل توريطي، مش بشكل مزايدة. ما يبقى في معركة مش نسخنها، إنما نحجمها ونحطها في مكانها الصحيح. ما احنا عندنا تجربة في المحلة، تجربة الضابط وفي الإسماعيلية وفي غيره اللي اتضرب في 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 المحلة في كمين أو في شارع أو في غيره. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ لما المحامين انضبطت ما تصرفتش تصرفات انفعالية، ما عادتش تصيح وتزايد، ما عادتش تجر في مشاكل يمين وشمال، قدرنا نوقف الضابط عن العمل، نحيله للمحاكمة، يتحبس، يتوقف كل الضباط اللي سندوا الضابط فيه على الفيس بوك. كل ده احنا عملناه ونجحنا بقرارات منضبطه. النائب العام كان معانا على الخط وتفضل مشكورا بمتابعه كل الاجراءات وادانا حقنا. وزير الداخليه قبل النائب العام ايضا كان ادانا حقنا في انه تحفظ على الضابط وقدمه للمحاكمه وما فرروش ما فرروش ال لكن كمان احنا عندنا مشاكل، احنا عندنا مشاكل، احنا مش ابرياء، لانه برضو المحامي مش مطلوب منه انه يتجاوز عشان هو محامي. ما ينفعش المحامي يضرب ضابط ولا يضرب قاضي بالجزمه، ما ينفعش، هذا سلوك مرفوض ولا وقيمه لا يمكن الدفاع عنها، حتى لو كانت هناك لدي اسباب، لانها تظل حاله كده، حاله في 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 في, في ضيقها، في في لا يجوز ان احنا نوسعها ولا نعممها ولا نضع منها قاعده، والا هنفقد علاقتنا مع الناس. احنا اصحاب مصلحه في علاقات محترمه مع كل الجهات، اصحاب مصلحه في احترام القاضي واحترام القاضي لينا، والنيابه والنيابه لينا، والشرطه والشرطه لينا، واحنا لازم نقدم ده. وانا بقول لاولاد المحامين الشباب البدايه الحقيقيه علشان تصل لحقك انك تحترم نفسك. فانا بقول لك وده صعب، خلي بالك، تحترم نفسك دي مسؤوليه، لانك لما بتحترم نفسك كل الناس هتحترمك، كل الناس بلا استثناء، الا على سبيل اللي هو اللي مش متربي ده، وتبقى القضيه هنا سهله، اللي مش متربي احنا قادرين عليه نربيه، لكن انت لو احترمت الصغير قبل الكبير محدش هيجي ناحيتك. اوعى تفتكر انه احترامك للكبير بس هو ده اللي هينجيك، لا، دي مراعاه ونفاق اربع باي محامي انه مارس. انت هتحترم كل الناس، تحترم الصغير زي الكبير، الاثنين مع بعض، لان دي انسانيه، وده معناه انك انت انسان محترم، ومعناه انك انت انسان متربي، وايضا وانت بتحترم نفسك تحترم نفسك في زيك وفي لبسك في ملبسك. ما ينفعش وانت تروح الشرطه او تخش المحكمه وانت لابس رينج سوت، وانت لابس كوتشي، وانت مطلع مش عارف الايه اللي بره اللي بيتحط على الدماغ ده ورا الروب. ما ينفعش، عيب، انت تقدم صوره سيئه للمحاماه وتمكن غيرك او تمكن غيرنا منك في انه يا اما يتريق عليك، يا اما يهينك، يا اما يستسهل ادائك، ايذائك، او التعامل معاك بغير حق. لا، دي مسائل احنا لو عملناها هنوفر كثير من المشاكل، لانه مش هينفع نعيش هذه الحاله، والا خلاص الدنيا تنفلت. انا بقول لحضراتكم احنا لازم نحاسب المحامي المخطئ كما نواجه القاضي المخطئ وكما نواجه الضابط المخطئ، علشان نبقى منصفين والناس تحترمنا. المحامي اللي هيغلط في قاضي بدون وجه حق هيتحاسب تأديبيا، اللي هيغلط في ضابط الشرطة
هيتحاسب تأديبيا، اللي هيتغلط فيه من قاضي أو من وكيل نيابة مش هنسيبه وناخد حقنا بالكامل منه لصالح المحامين. دي مسألة معادلة سهلة، معادلة سهلة، ما حدش في الدنيا يطيح في الناس ومش عايز حد يتجاوز معاه. هتظل عارفها والله، عارفها والله، عارف. لا 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 مش افضل ولا حاجه، اقعد اقعد بس اشرحها لك، اقعد اشرحها. احنا عندنا كويس عشان اقفل بيها الجزء ده، احنا عندنا في قانون المحاماه اللي تم تعديله في 2008 واللي تم في 2019 بيتكلم عن ثلاث مناطق حمائيه للمحامي. المنطقه الاولى تمت في 2008 اللي هي في جرائم الجلسات، لا يجوز القبض على المحامي او حبسه احتياطيا في جرائم السب والقصف والاهانه وجرائم الجلسات التي تقع من المحامي في الجلسه اثناء اداء عمله. القانون هنا بيتكلم على التلبس، خلي بالكم عشان بس الناس تبقى فاهمه كويس، مفيش في قانون العقوبات ولا في الدستور حمايه لاي فئه في حاله التلبس الا للمحامين في النص ده. لا القاضي في حاله التلبس معفي، ولا الضابط في حاله تلبس معفي، ولا النائب البرلماني في حاله تلبس معفي. احنا بس اللي معفيين في اطار هذه القضايا، بس في قضايا في اطار هذه الجرائم. احنا جينا بالتعديلات الجديده اللي بعد ما عملنا الدستور نقلنا هذه الحمايه لامام المحكمه وخليناها امام جهات التحقيق وامام جهات الاستدلال. نشات مشكله انه اثناء العمل، انه في غير حالات التلبس بقى، الاتهامات التي توجه للمحامي اثناء اداء عمله في غير حاله التلبس اللي هي ايه؟ انه محامي بيعمل محضر لخصم موكل، بيتهمه بيه باغتصاب الشقه بتاعته او الارض بتاعته، ويروح المحضر والنيابه او الشرطه ويسمع شهود، فيجي الخصم موكله وهو خلاص هتعرض بقى بالليل على النيابه، يقول اه ده المحامي ده كان بيضرب مع الموكل بتاعه، واتهم امبارح وضربني وعمل، مش بيجي ضابط الشرطه يحجز الكل، يحجز المحامي ويحجز الموكلين ويروحوا امام النيابه بالليل. دي حاله كانت صعبه، احنا حطينا تعديل تشريعي يغطيها، تعديل تشريعي يغطيها. في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي زي المحكمه كده او احتجازه اذا وجهت اليه جريمه، اتهم بجريمه اثناء عمله. انما ايه اللي يحصل؟ تحرر مذكره تعرض على المحامي العام الاول للاستئناف، مش وكيل النيابه، مش رئيس النيابه، مش المحامي العام اللي في الدائره ده، لا استئناف. اللي هنا استئناف، هنا اللي في الاقصر المحامي العام بتاع السنة. ده معناه ايه؟ انت ليه بتبعد كده؟ ليه قصدنا دي؟ علشان ما نديش مكنه الانتقام من المحامي فورا فيعطله عن اداء دوره في الدفاع عن موكلينه. القصد هنا حماية المحامي وهو يدافع عن حقوق الناس، انه هيروح البلاغ للمحامي العام الاول اللي هو بينوب عن النائب العام مباشرة اللي تحته مباشرة علشان يشوف جدية هذا الاتهام من عدمه فيحقق بطرق ده يحقق بطرق القانونية. دي حماية غير مسبوقة احنا ضفناها في القانون الجديد. حد يقول طب ما تبعت جوابات تقول للمحامين للقضاء وللشرطة، هو القانون بيتبع فيه جوابات؟ القانون ما بيبقاش فيه جوابات، أنت محامي والمحامي أولى بالدفاع عن نفسه من إنه يدافع عن الآخرين. ما ينفعش المحامي اللي ما ينفعش يدافع عن نفسه ما ينفعش يدافع عن حد. إذا أنت فشلت في إنك تحمي نفسك ومعاك قانون، لا ما تشتغلش محامي، شوف لك أي حاجة تانية غير إنك محامي. مرة على مرة على مرة هتثبت هذا الحق، مواجهة على مواجهة على مواجهة هتثبت هذا الحق. لكن التقاعس وأنا مستني حد نقابة تيجي تمررني وتمشيني على واحد، وده واحد يكلمني بيقول لي انا قرار حيازه مش عارف المحامي العام. يا عم ما تعمل استئناف، ما تعمل طعن، ما تروح للنائب العام، ما انت محامي، انت مستني ليه النقابه تقوم لك بشغلك؟ ده شغل المحامي نفسه. هو انت لو جالك محامي مواطن عنده مشكله، ما انت هتروح بيه لرئيس النيابه وتروح بيه للمحامي العام وتروح بيه للنائب العام وتروح بيه المحكمه. اشتغل لنفسك في هذا الامر. اذا احنا حريصين كل الحرص على
أن إنه حتى وإحنا بنعمل التعديل بنعمله علشان المحامي يشارك أو يؤدي أو يعني أرجوك يعني أنا تقريبا جاوبت على كل ده تجاوب عليه. إحنا في نقابة المحامين أخوانا لو في إيدينا إن إحنا ندي المحامي وهو ماشي 100,000 جنيه كل يوم هنعملها. مش محتاجين حد يوجهنا لهذا الأمر، بس ده مش ممكن، بس ده مستحيل، بس ده خيال. إنما أي شيء بيتكلم عن مخصصات مالية لازم يبقى له مورد، ولازم يبقى له رصيد، ولازم يبقى له خبير اكتواري يقول إنه الفلوس اللي عندك دي تقدر تعمل بيها كذا وكذا وكذا. طب ليه إحنا رفعنا 3,000 بس؟ ما إحنا ليه ما قلناش 5؟ وإحنا في سنة انتخابات. لأنه الموارد المالية اللي عندي اللي موجودة في النقابة بتديني الحد الأقصى ده. أتمنى إن يبقى في معاش دفعة واحدة للمحامي أثناء خروجه، مش ضروري أثناء بعد الوفاة، مش ضروري العجز الكلي. يعني ده أمر إحنا بنسعى إليه. لكن ده في واحد يقول لك انا يعني ليه تديني انا فلوس؟ طب ما انا مراتي ممكن تاخد فلوس تتجوز بالفلوس بتاعتي اللي موجوده. او العكس. فبالقطع لو ان هذه المبادرات او الاستحقاقات متوفره بشرايطها عندنا نديها ونقول لكم يعني وهنسعد بسعادتكم، لانه في النهايه هو دي دورنا وهو دي مسؤوليتنا وهذا هدفنا. يبقى ان انا اتكلم في موضوع انا شايف انه ما يصحش حد يقفز عليه. في قضيه حساسه شغاله، قضيه في المناخ العام. احنا النهارده امريكا عايزه تضرب ايران، تضربها في العراق. تركيا عايزه تضرب داعش، تضربها في سوريا. ايران عايزه تضرب امريكا، تضربها في العراق. للأسف الشديد احنا بقينا مسرح وتجارب علينا. امريكا بتضرب وايران بتتخانق معاها واحنا الاثنين تايهين. هي العراق محتلة من امريكا ومن ايران، محتلة من امريكا ومن ايران، واحنا مش مع حد ضد حد. حد يقول لك ايه لازم امريكا تطلع لوحدها، لا، والتاني يقول لك لا ايران لازم تخرج من العراق، لا ايران ولا امريكا، العراق للعراقيين. ده موقف احنا لازم نسنده. مش ممكن نقبل ان ايران تحتل العراق ولا امريكا تحتل العراق ولا سوريا تحتلها تركيا ولا لبنان حد يخش يقسم فيها تاني او ياخدها مننا ولا ليبيا تخش تركيا عشان تاخدها من غير حرب. احنا ضد ده، ضد الحرب، لكن كمان لا يمكن نسمح بده، لا يمكن نسمح بوجوده ولا يمكن ان نزايد عليه. أنا شايف في ناس عندما كانت بيرفع رايات الحرب، لابد أن نحارب فيها. يا أخوانا سيبوا الدولة المصرية تتعامل مع الموقف بحكمة. الموضوع إحنا مش ناقصين حروب، لكن كمان في نفس الوقت مش عايزين نورط بلدنا بما لا يجوز أن تورط فيه. لكن مصر مش هتسمح لحد يجي ناحية حدودها، مصر مش هتسمح بتقسيم ليبيا، مصر مش هتسمح بتقسيم العراق، مصر مش هتسمح بتقسيم السودان، مصر مش هتسمح بتسمح بتقسيم سوريا، لأنه للأسف الشديد ده سيناريو موجود وإحنا المستهدفين في النهاية. مصر، والله مصر هي المستهدف، هي الهدف الأخير من كل الذي يحدث حوالينا. كل ما يجري بصالح إسرائيل، كل اللي بيحصل في المنطقة دي لحساب إسرائيل. الضرب اللي حصل في العراق من إيران ضد امريكا لصالح اسرائيل، من امريكا ضد ايران لصالح اسرائيل، من تركيا ضد سوريا لصالح اسرائيل، من تركيا في ليبيا لصالح اسرائيل، في السودان لصالح اسرائيل، في اليمن لصالح اسرائيل، علشان تبقى اسرائيل القوه العظمى في المنطقه واحنا نبقى تحت. وهذه هي القضيه الكبرى اللي احنا لازم نبقى مدركين ابعادها. مصر يجب ان تعمل على ان تكون قوه عظمى في مكانها، قوه عظمى في مكانها. لا امريكا ولا اسرائيل ولا تركيا توقفنا، بس ده محتاج جهد كبير، ومحتاج ايضا مسانده شعبيه، ومحتاج ايضا يقظه، وايضا خطاب شعبي واضح. احنا خطبنا في القضيه الفلسطينيه واضح، خطبنا نقابه المحامين مفهوش القدس الشرقيه والقدس الغربيه، مفهوش
الضفة وفلسطين وإسرائيل، ما فيهوش تطبيع، ما فيهوش كامب ديفيد، ما فيهوش وادي عربة، ما فيهوش مدريد، في فلسطين العربية من النهر إلى البحر. ده اللي احنا نعرفه، ده اللي احنا نعرفه. فيه عدو وفي صديق. العدو هو اللي بيتنمر علشان يجهز على مصر. انا مش هسيبه. امريكا عدوي، واسرائيل عدوي، وتركيا عدوي، ومن يضرب في اليمن عدوي. فلتسقط امريكا، فلتسقط اسرائيل، فلتسقط تركيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حلقة تكريم للسادة المحامين الشيوخ والمحامين، استاذن حضراتكم بالجلوس. السجاير، استاذن حضراتكم من حاضرين الجلوس، كلهم في مكانه.